من نجمات الجيل الجديد. كلمني على مش الفرق ولكن على فرق التجربة. والله اللوكيشن بتاعي واحد الحمد لله يعني، لكن طبعا انا اشتغلت مع معظم الجيل الجديد برضو كلهم اصدقائي، ويحكمنا سيناريو يعني محكم، فشغالين على اساس السيناريو ده. معانا مجموعه كبيره ومعانا كمان قامه كبيره استاذ توفيق عبد الحميد. ولازم اقف هنا الحقيقه، لانك نجحت ان انت تقدر ترجعه بعد ايه غياب قد ايه 12 سنه تقريبا. بس راجع ما شاء الله عليه، ان شاء الله هيعجبكم جدا، عامل شغل مخلينا كلنا مذهولين امام اداؤه الجميل يعني. يعني عامل كمان في الاوردر زي ما تقول ايه يا استاذ الامير، نعم يعني تقدري تقولي في خبره في اللوكيشن يعني. طبعا زي كده، ما الفريق بالكوره بيحتاج خبره في الملعب، هو عامل رصانه كده في اللوكيشن، هو بنستفيد من ادائه ومن ارائه الجميله يعني. وطبعا غير الاستاذ توفيق عبد الحميد، في عبير صبري، في صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، في ايمن قيسون، محمد يعني، في اسامي كتيره الحقيقه معاك في هذا المسلسل.